ما عندنا ما نعلو الشقفه القفاف خليكم خليهم عندكم احنا خصنا نخدموا احنا كشباب اللي خصنا نخدموا ما لا احنا هنايا في كاستيخو ضايعين انا عندي شد العواول فهمتي وما شافش حتى ما ناكل كنت خدام في الحدود انا كنعاود مرة اخرى درجو دابا كندا حاليا ما عندي ما نجي ما عندي ما ناكل انا ودي شي قفه قفه ثلاث ايام ما عندها ما تعمل لي خليها عندك اعمل لي في مشي نجيبها انا نجيبها بدراعي اعمل لي نخدم اعمل لي في ماكل امشي نغرق امشي نغرق انحرق انا هنايا خصني نخدم بلادي يعني علاش غنمشي بلاد برا هنا نخدم هنا هنا نخدم حنا دابا بعنا الرحل الاتات ديال الاتات المنزلي بعناه كامل باقي لنا حاجه واحده باقي لنا ولادنا كاين اللي سمح بربعة العواول وهرب حالات وهاجر كاين اللي دار البحر الدراري كتجي كتغامر براسها بالبحر كتلو حراسها اللهم هذا منكر كنوجهوا رساله مسؤولين مسؤولين ديال المدينه كيضحكوا على الساكنه ديال المدينه اللهم هذا منكر واش الانسان حنا اليوم أسرة مغربية بمدينة فنيدة أسرة مغربية الأصيلة كتسوى قبة 300 درهم لا ماذا منكر احنا ما خصناش ديك القبة احنا خصنا البديل سيدي احنا ديك المعبر احنا سيدي كاع ما خصناش ديك اللي كتقولوا له التهريب المعيشي احنا الأجداد ديالنا ما عاشوش في التهريب المعيشي كانوا هنا ستة ديال المعامل كان معمل ديال السمك كان معمل ديال الأجر معمل ديال الحديد معمل ديال العزف كان هنايا ثلاثة المنازل عطيونا غير بين نطيحوا صحتنا ابسط حاجه اللي كاينه على وجه الارض العيش الكريم ما بقاتش بالعيش الكريم حنا غير العيش بوحديته غير العيش اما الكريم والله عز وجل حنا غير العيش عطيونا بين نطيحوا صحتنا عيبا السلام عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برسلونة اللي كما العادة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. خوتي الداخلية الإسبانية تمدد إغلاق حدودها مع المغرب حتى نهاية شهر مارس. كذلك السفارة الإسبانية بالمغرب تعلن عن تنظيم رحلة بحرية جديدة وكما شفتوا معايا في الفيديو او هذا كان فيديو ديال انتفاضه ديال شباب مدينه الفنيدق اللي تضروا ومازالين متضررين من قرار اغلاق معبري باب سبته ومليليه. هاد الشباب عندهم طلبات ضد مشروعه هاد الناس فقط كيطالبوا فقط يعني بعقود عمل هاد الناس تعطاتهم وعود ما كاينش البديل يعني المده تقريبا سنه كامله يعني باقي لنا جوج ديال الاسابيع ونقفلوا سنه كامله وهاد الناس يعني ما عندهم حتى شي مدخول يعني كما كنعرفوا الناس ديال هاد النواحي الاغلبيه ديالهم لا الناس ديال التهريب المعيشي وحنا ما كنهضروش على الناس ديال التهريب المعيشي كاين الاف ديال العائلات يعني كانوا كيخدموا بطرق قانونيه لحد الان يعني ما عندهم حتى شي بديل ما كاين حتى شي حل ودابا مؤخرا يعني كل جمعه بداو كيخرجوا وكيطلبوا فقط طلبات جد مشروعه كيطلبوا يعني عقود عمل فقط يعني كما شفنا في الاسابيع الاخيره يعني كان ابرام عقود عمل لسيدات المنطقه يعني وماشي كاملين يعني شفنا تسناو 100 وشي حاجه ديال عقد عمل في شركات النسيج وباقي يعني العدد الاجمالي 700 عقد هذا الشيء اللي شفنا يعني في التقارير الاخيره كاين شباب كاين رجال كاين يعني متوقفين لا الناس ديال النواحي ديال تطوان ولا الناس النواحي ديال الناظور بجوج بهم اللي كان الدخل ديالهم الوحيد كما كنعرفوا هذه المناطق ما فيها حتى شي حاجه يعني ما فيها شي المصانع ما فيهاش فرص شغل وهاد الناس يعني كيطلبوا اما هيدا واما هيدا ولكن هما ما شافوا لا هيدا ولا هيدا ودائما يعني في نفس السياق يعني كاين تمديد ديال اغلاق الحدود ديال سبته مع الفنيده بونو سبته ومليليه والخبر اللي يقول الداخليه تمدد اغلاق الحدود مع المغرب لشهر اخر على حساب المزيد من التمديدات تظل الحدود مغلقه حتى منتصف ليل 31 مارس أصدرت وزارة الداخلية أمراً بتمديد الحظر المؤقت للسفر غير الضروري من دخول أخرى إلى الاتحاد الأوروبي ودون شنغن لأسباب تتعلق بالنظام العام والصحة العامة القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية
يعني ضمنا تمديد صلاحية إغلاق المعابر الحدودية في سبتمبرية حتى منتصف ليلة 31 مارس. يعدل الإصدار المنشور اليوم معايير الأمر الصادر في 17 يوليو، وهنا لتنظيم التحركات عبر الحدود بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن الفيروس. كذلك أخوتي، وكما قلتكم يعني هنا كاين السفارة الإسبانية تعلن عن تنظيم رحلة بحرية جديدة. أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة مع شركة باليريا من ميناء طنجة المتوسط المغربي إلى ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني يوم 5 مارس المقبل للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية والمقيمين في إسبانيا، ويمكن السفر بالسيارة أو بدونها بالنسبة لحاملي الجنسية الإسبانية أو وثائق الإقامة القانونية في إسبانيا. وهنا كاين هذا الفورمولاريو هذا اللي يعني من بدات هذه الجائحة وبدات هذه الرحلات الاستثنائية، هو كاين هذا الفورمولاريو واللي معروف هو كنعمروا هذا الفورمولاريو وكنستناو يعني مكالمة يعني من عبر الايميل. وكما سبقنا وقلنا في واحد الفيديو راه كان مشكل ديال السماسرة كذلك اللي كانوا كيستولاو على هاد التذاكر وكيبيعوهم بأثمنة يعني خيالية، يعني البي اللي كان كيعمل 30 اورو ولا هذا كانوا كيبيعوا حتى 100 اورو. هادشي هذا بالنسبة للراجلين، وكذلك بالنسبة للناس اللي عندهم السيارات ديالهم. كما قلتكم او الخلاصة يعني المشكل كاين الناس اللي كيخرجوا حاليا هما الناس ديال الفنيضه اللي كما قلت لكم تضروا يعني ومازالين متضرين من قرار اغلاق معبري للناس ديال الفنيضه ولا الناس ديال الناظور معبري سبتهم ليليا. انا كيتواصلوا معايا بزاف هاد الناس، شفنا الناس ديال الفنيضه يعني شباب بداو كيغامروا براسهم مؤخرا، شفنا بزاف ديال الشباب فارقوا الحياه يعني كيبغيو يدخلوا للسبته يعني بالسباحه. وهنا يعني نداء او رساله للمسؤولين ديالنا، لان الناس كيقولوا داك الناس ديال الجهه يومي وعدوهم كما سمعتوا في التصريح، ولكن ما كاين حتى شي حاجه في الواقع، مجرد وعود. كنتمنوا يعني في العاجل القريب يلقاو حل لهاد الشباب، لان باش ما يكونش عندك حتى شي مدخول لمده ديال سنه كامله. كما سمعتوا راه الناس باعت الاتات ديالها والناس مزيره بزاف. ما نطولش عليكم بزاف اخوتي، نتمنى يلقاو حل لهاد الشباب. تهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.